باش نحاول نلقى مدخل للحكاية متاع تو. احنا العائلة باش نحاولوا نشبهها بنية دار. الدار هذه الساس متاعها هي الوالدين. الساس الله لا ينحيهم، الله لا يحرم بشر من والديه. الساس اللي هو الأساس. العرس هما الأخوات، والسقف يلم الكل. معناتها لا قدر الله لو كان طاحت عرسة من العرس، ولا بعدت عرسة من العرس، ولا تخليت عرسة من العرس، تنجم البنية هذه ترخ. فما بالك إذا كان يتوفوا الوالدين. استقبلوا عبير. أهلا بعبير. أسلام عبير. مرحبا بك عبير. عايشك. عبور لبس عليك. الحمد لله، ديما واحد يقول الحمد لله. الحمد لله ونعم بالله. عبير من التعبير. اليوم مجد. عبير جاية من أجل التعبير. قديش عمرك عبير؟ 19 سنة. عبير الساعة الله وحد عليك. عايشك يخليك. فهمتني؟ وما شبك. عايشك. وعندك هكا وجه طفولي. عايشك يخليك. باهي 19 سنة، منين جيتنا عبير؟ من سوسة. من سوسة، مرحبا بيك وبالناس الكل اللي يتفرجوا فينا في سوسة، تحية كبيرة برشا ليك. تقرا؟ لا. ما تقراش؟ ما نقراش. تخدم؟ لا. في الدار؟ في الدار. شنو باش تقولي لا زادة؟ في الدار. باهي، ما تقراش، ما تخدمش، في الدار. قبل ما نوصلوا الحديث، شوفوا الفيتيير نتعرفوا عليك وأنا راجعي. الخو هو ظهر اللي تنجم تتسند عليه بعد الأم والبو. هذه حكاية عبير اللي فقدت أمها وبوها فرد نهار، وكانت تتمنى أن أخواتها يكونوا سندها في الدنيا، لكنهم تخلوا عليها ولقت روحها في ليلة ونهار وحدها من غير عائلة. اليوم جاتنا مستدعي أخوها سي منتصر باش يتلهى بها ويحسسها اللي هي ماهيش وحدها في الدنيا. بيه نبدأ مع للا عبير. عبير حتى لنا سنة قريت انت الساعة؟ دوزيام اني ايكونومي جيستيون سكوندير. ما مشيتش الأمور في القراية؟ مش ما مشيتش في القراية، ما مشيتش في حياتي العادية. ما مشيتش في الحياة؟ في الحياة العادية. في الحياة العادية ما فهمتكش. الحياة العادية اش معناها؟ تعيش مع فاميلتك، أمك وبوك اللي هو سند ظهرك. أمك وبوك أي؟ عادي هذه كأيها الناس أي؟ تعيش كالعبيد الكل، تروح قراية دار، تقرأ على روحك، تحب توصل، تحب تفرح بوك، تفرح أمك. في ليلة ونهار حياتك تتقلب. كيفاش؟ تكون في دار مرتاحة لاباس، في ليلة ونهار لا يبقى لا دار لا أم لا بو. باقي ما فهمتكش. ليلة ونهار تكون ساكنة في دار تطيح بيك، تخسر أمك وبوك. أنت تحكي لي تو تعبير مجازي ولا تحكي لي بالمنجد؟ بالمنجد. ولا دار تحت بالمنجد؟ دار تحت بالمنجد. كيفاش؟ احكي لي. 5 أكتوبر 2017، تاريخ ما نجمش ننساه في حياتي. راقدة أنا وأمي وبابا في الليل في دارنا. في ليلة ونهار حياتي تقلبت. راقدة على خطاية نوم تلقى روحك أمك تحت الردم تعيط يا عبير، بوك ما فهمي صوتو، عبيد دايرة بيك اللوطة، تحب تخرجك تحب تمنعك، وانت تصيح وتعيط هبطوني نحب نعيش نحب نكمل حياتي. الله أكبر. العمارة اللي طاحت في سوسة 2017 تروكاديرو. انت في العمارة؟ اني في العمارة. ماتوا فيها برشا الله يرحمهم وينعمهم. ماتوا فيها 6 من الناس. الله يرحمهم وينعمهم. امين. الله يرحمهم وينعمهم. قديمة العمارة. هي بني فرانسيس صحيح، لكن فما ترافو بجنبنا. حب يعمل دوبل سوسول، ضرب الساس بتاع العمارة مع المطر ومع الرعد، رخت. أي بنية تنحي لها الساس متاعها تضرب لها الساس متاعها، بطبيعة باش ترخ.
يا بير يا بير. كان تحت الدار وقعد سند ما يهمش. المشكلة إنه كونه تحت الدار ومات سند. ومن غادي بديت لحظة الدنيا تدور. أنت تو قلت جملة تخترق تخترق تحت الدار. قلت لك لو كان تحت الدار وقعد السند مش مشكل، أما تحت الدار ومات السند الله يرحمهم وينعمهم. اليوم الوالد والوالدة. الوالد والوالدة. احكي لي على الليلة هذيك كيفاش؟ ليلة عادية معناتها قبل ما تعشيتوا ضحكتوا لعبتوا حكيتوا؟ ليلة عادية كأيها عائلة ملمومة مع بعضها. وقتها جيت مازلنا كرجعنا للقراية، قاعدة نحضر فرحانة بروحي، سيكسون اللي مشيت لها مرتاحة، نحكي إني وبابا نتناقشوا. تعشينا قعدنا سهرنا شوية، من بعد تكيت في بيتي. من بعد خفت من الرعد، حاولت للصالة. خفت حسيت لي ثم حاجة، قلبي مقبوض. حاولت للصالة، رقدت دقايق وقام بابا مش مستانس يقوم في الليل. شبيك حاول؟ قعدنا نتناقشوا، حول بيتك. لا ما نحاولش، تعاركنا. مشى جاي غطاني وباسني، قال لي عايش بنتي الغالية، نحبك وموت عليك وراضي عليك دنيا واخرة. عبارة يودع فيها دقيقة وتقوم. في العادة يعملها؟ لا، يجي غطيني وما يبوسنيش وما يقوليش راضي عليك دنيا واخرة، خاطر نعرف بابا راضي عليا. دقايق وقامت أمي. عبير باش نقص عليك لحظة، نفتح قوس. بالنسبة للأبناء، شفتوا الدنيا تحل في فمك على أمك، ولا تحل في فمك على أبوك، ولا تباتل برا وتسكر تليفونك؟ ميهمنيش فيه، ميهمنيش فيه وهي تجري لأم الحنانة من بلاصة لبلاصة، ولا تعرس وتخليها مطيشة، ولا ما تدريش على أبوك مريض حي ولا ميت. شفتوا الدنيا باسها؟ اي دقايق وقامت امي. جيت فقدتني، شبيك عبير ماكش مستانسه تبات مش في بيتك؟ خفت من الرعد، سكر الشباك. قال لي لا ما نرجعش، كبشت ما نرجعش للبيت. لحظه انت في العاده ما تبات كان في بيتك؟ البيت كان في بيتي. اول مره تبات في الصاله؟ اول مره نبات في الصاله. اقدار سبحان الله، كبشت تبات في الصاله؟ كبشت نبات في الصاله، قلت ما نباتش فيها البيت. قديش عمرك وقتها؟ 17 سنه. معناتها كاينه ثم حاجه هكا تقول لك لا هنا؟ لا، اني نجي حتى كان نقول خنقوم ما يعطينيش بدني، ما يمشيش معايا لاني باش نمشي نقوم للبيت. سبحان الله سبحان الله، يفرز الحي من الميت. سبحان الله. اي امك جات زاد؟ قامت امي فقدتني كيف كيف، على خير على خير. دخلوا هما البيت. اي إذا من با نص ساعة من قبل الأكسيدون، أني شديت التليفون كونكتي وحطيت التليفون في الشارج على الدورة متاعي، نسمع كان لطخة، لطخة كبيرة. أني نجي نحل عيني وحجرة تضربني في عيني، نحس بروحنا نلقى روحي كان بين هواء وضوء، الرافر دم والشي طايح عليا، والدالة الدالة متاع دارنا طايحة عليا. نعيط ونصيح، هبطوني جريوا لي. لحظة بلي، انتم فين ايتاج تسكنوا؟ هي دوز ايتاج، ريت شوسي بريمير ودوزي. انتم فين ايتاج؟ دوزي. نحكيو يذولي على 8 متر و 10 متر واكثر شوي، عالية. نلقى روحي من الدوزيام ايتاج في البريمير ايتاج. انت راقدة بالنوم ولا فايقة؟ راقدة. في خطايه النوم؟ في خطايه النوم نسمع لطخه. مش في بالك كابوس انت ولا؟ قلت نحلم باز، امبوسيبل مستحيل، ما نصدقش. غزرت نلقى روحي الحفره متاع البنيه اللي بجنبنا تحتي، عبيد تلمت بصوتي، عبيد ما فاقوش بها تحت خاطر جيت مع الرعده، جيت رعده قويه.
بلحظة، كي طحت أنت سمعت أصوات أخرى؟ سمعت. إيش تتذكر أصوات؟ صوت أمي. صوت أمي تقول عبير يا عبير تحت الدم. شنو إحساسك في اللحظة ذيك؟ بابا مانيش نسمع فيه، نسمع في أمي عبير ويني نعيط ونقول لهم خرجوني هبطوني. حاجة ما نجمش ننساها. نجمش تنسى أمي وبابا ماتوا، إني قطوس كي يموت نبكي عليه، خليه والدي صايبة على الآخر. حبوا يخرجوني ولاد حومة وكل ما نجموش، خاطر كي تحط الفرش تقسم بيا وفما خيط متاع ضو شادني ومطر تصب علي ورعد يضرب والبرق، وفما ولاد صغار من العمارة الأخرى زاد هما ماتوا مش في بالهم هما حيين، حبوا يخرجوهم الله يرحمهم. دونك كي يرميو في الحجر يرجع عليا، وليت نصيح نقول لهم ماما ما عادش ترميو الحجر، قاعدين يضربوا فيا بالحجر من غير ما يفيقوا. يمنوا في البيبيات هما في بالهم. حتى لين جات الحماية، هبطتني الحماية. باهي، قداش قعدت تقريبا تحت الدم؟ مش تحت الدم، الدم الدالة هابطة على بدني مش على وجهي، والرمل قاعد يجيني على وجهي، نشم في الرمل وليت. بدنك تردم وراسك منع. صحيت. ألطف الله. قعدت حتى نتنفس في الماء والرمل، نجبد في الماء والرمل، نبلع في الماء والرمل باش نجم نتكلم. قداش قعدت في الوضعية ذيك؟ مش برشا، ربع ساعة. قداش من عائلة في العمارة ذيك؟ احنا وعائلة تحتنا والعمارة اللي بجنبنا تضرت، زي عائلة أخرى، ثلاثة عائلات، عمارتنا والعمارة اللي بجنبنا. الوالد توفى على البلاصة؟ على عين المكان. ذيك علاش ما سمعت الصوت؟ ما سمعت الصوت. والوالدة؟ الله أعلم. إيش معناتها الله أعلم؟ ما نعرفش عين المكان، يمكن بعد كي هزوها ما عادش تستحمل، الله أعلم. به كي خرجت وين مشيت؟ شكون هزك؟ خرجت مشيت للسبيطار، هزوني الحماية، ديجا يدي محلولة دم وغرز، سيكاتريس غرز، وعيني كانت منفوخة زرقة بالضربة متاع الحجرة اللي هبطت عليا. قعدت في السبيطار وبعد سهلول جيتني خالتي باش تعلمني اليوم يا بابا ماتوا. بدت مهدلي وحنا ماشيين لك الثنيه هذيك، وحد ما هو باش يقعد ما هو داين فيها حد. قلت لها خالتي من الاخر تعملي ربي يرحم، اي وقت تشتفينا؟ قلت لها نبكي ونقولها بقد وقت تشتفينا، وقت تشتفينا تعملي اليوم. اي نحضر على تفينة امي وبابا. مشهد باللي توصفه، ما تنجمش تمشي باش تطبس بوس امك، ما تنجمش تشوف في نعش بوك ونعش امك، مشهد ما تصوروش. بابا مريتوش، امي مريتهاش، مشهد من ورا العقل. مع ذاك عبيد كيراوك نظهر روحي قوية قدام العبيد، لكن إني من داخل ربي يعلم. مصدومة من هيك، علاش ما تبكيش؟ خش بيها ما تحسش. أمي وبابا راهم معناها نتصدم، ندخل في حيط، ندخل أي واحد في بلاستي تشوف في نعش أمك ونعش بوك. انت عمرك 17 سنة، العادي انك تتصدم. وراو سبحان الله، راو ربي ساعات، ربي سبحانه يهبط صبره على 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 بنادم هذاك. ربي هبط عليك صبره الحمد لله، ما ندخلوش شبيه ما تبكيش
وشبيها تبكي وشبيها كذا، إنسان فارق والديه الزوز فرد لحظة. معناتها الواحد مش بيدخلش في القضاء والقدر، والله إنسان مريض وتوفى وكذا وقع الصدمة ولو أنه نسبي راه، مش كما إنسان أكسيدون كان بحذاك. فهمت؟ إن شاء الله ربي يصبرك عايش، وإن شاء الله ربي معناتها يعطيك القوة. الحمد لله. فهمني الوالدين ما يتنساوش، الحمد لله ونعم بالله صحيت. دفنت الوالدين؟ دفنوا أمي بابا الله يرحمهم. قعدت في دار خويا في سوسة خاطر خرجت تدفينها ما غادي. ما المؤمن خويتي هبط خويا من السويد والولاد الكل تلمينا. انت وحدكم وقتها كان انت وبوك وامك؟ كان انا امي وبابا. على ذكر خويتي من البو، بابا كان متجوز قبل وامي زاده كانت معرسه. انت وحيده بنت امك وبوك؟ صحيح، انا الوحيده من امي وبابا. قعدت لحظه خويا، من بعد عملوا ريونيون. اي عبير مش تقعد تو. مرت خويا الكبير تعمل لي اني تربيت في العز ما نجمهاش. قام الاخر قال اني البرة ما نجمش نتكفل بها. كل واحد يرمي في الكره الاخر. خرجوني قالوا لي عبير باش نحكي، واني نسمع فيهم ديجا من البيت. ووصلوا القرار باش نقعد بحذا فامي. بحذا؟ فاميليا، عائله. لا يقربوا لي لا نقربوا لهم. شكونهم؟ عائلة. لا لا شكونهم؟ مش يقربوا، تربى عندهم عايش معاهم عبارة ولدهم. مع تربى عندهم خو واحد من خواتك عاش معاهم من كبر معاهم من العائلة الكبيرة يظهر لي؟ لا لا مش من العائلة، جملة لقبهم غير لقبنا، إني ما نعرفهمش. شنو يربيو في ولاد الناس هما ذوما؟ لا هو عاش معاهم قبل، يصحاب هو ولدهم يمشي معاهم يجي من المقربين للعائلة. ليلو هو مش للعائلة، ليلو هو اللي هو ليلو هو مش للعائلة. عنده فيهم ثقة؟ عنده فيهم ثقة. باه قلت علاش لا، مشيت قعدت بحذاهم سافا بريود عديت سافا. بعدين كاش حسيت روحي مانيش مرتاح. كلمت خالتي وقتها في السويد، هي قلت لها راني اني فجيت وتعبت مورالمون وكذا، تعمل لي شنو عابي. كلمت وقت اخويا منصر في سوسه، مشيت بحذاه قعدت بحذاه بريود. وقت اللي اني في فامي بحذا الفاميلي هذوم، كنت اون باراليل عامله كفاله لخويا اللي في السويد خاطر مينور ما نجم نعمل حتى شيء. بيان سور ما نجم لا حتى بطاقة تعريف، حتى انا عمري 18 سنه باش نخرجها. صحيح. هو تكفل بكل شيء وصرح مرة في إذاعة وقتها سريدة شرف الدين حب يمد يد المساعدة للناس لينا معناه للمتضري. قال له يا سريدة شرف الدين خلي فلوسك عندك، احنا نعاونوا العباد مش العباد تعاون. عملت الكفالة وكذا، اطلع للسويد لا حياة لمن تنادي. عبارة درا شنو خلى في البلاد هذي؟ ما خلى حتى شيء. عبارة مانيش خوات، لا تليفون لا وينك لاش نحوالك لاش عامل لا حتى شيء. أبار إني وقت اللي كنت بحضر الفامية هذي كان يطلبهم ويسألك هو عليهم هما وش عاملين سافا سافا. طيب مشيت بحضر أخويا، هو وقت عنده مشاكل هو ومرته حاسيلو. مشيت قعدت كبريود، مشاكله كبرته ومرته كذا، هاي خرجت هاي مشاكل العائلية متاعهم هما الخاصة بهم. يصير ما ندخلش وديما نوتر بيناتهم. بعد كيش جيت خالتي، عندي خالتي الأخرى حضرت على أمي وقت اللي خرجوا فيها بالتراكس، يلوجوا على جثث بالتراكس. عم ياخذ ديبريسيون، عاملة ديبريسيون. جيت خالتي بالذمة شات لها بوختها. شنو؟ جيت خالتي بالذمة بشت لها بوختها. حسيرو مشيت بحذاها، قلت له باش نمشي بحذاها. شدتني خالتي تعمل لي يقعد بحذاها، كلمت قلت له اسمعي باش نقعد ايامات بحذا خالتي. اني باش نجي غدوة نهز شوية من دبش. وجعني بكلمة. كلمة وجعني بها، ما كنتش اني نتخيل نهار انه يوصل يقول لي الكلمة ذي. كي قلت له شنجي نهز شوية من دبشي،
قال لي علي اخي انت اش عندك تبش؟ قلت له بيه اللي عندي تبش نجي نهز. انت موجوعه؟ موجوعه. اي كلمه تاثر فيه الانسان في اللحظه هذيك. نفصلك تو انا بديت نفهم. حتى حد ميلوم عليك؟ معناتها انت يتمت صغيره واي كلمه تظهر لك غريبه. انا بابا تصير لي روا، تصير لي من ناس نحبهم وعندي بهم قرابه، ساعات يقول لي كلمه حتى ما عندهاش معنى، كل شبيه قال لي هكا انا كارو ما يقولها ليش، خاطر يعرف نفسيتي تعبه يقولها ليش، يعذرني. به خلينا نقدموا شوي. مشيت لدار خالتك؟ اي مشيت لدار خالتي. كي مشيت لدار باش نهز دبشي نلقى دبشي في حاله اخرى. اش معناتها في حاله اخرى؟ يعني بز علي جافي كتب نقرا بهم قطعين، لميتهم كما هما وهزيت. حسب رايك شكون؟ ما نعرفش، في دار خويا هم محطوطين. وخوك ما يعيشش وحده؟ اون برانسيب وقتها مرته مش غادي، زاد مرته غضبان. نزيد نفتح معك قوس، خاطر انا خو ما نتصورش كون خو مثلا يبزا على الواحد، ما نتصورش. الله اعلم. والله اعلم. الله اعلم. به انت جيت بحذا خالتي من بعد مشيت بخالتي باش ترجع للسويد وريقها غادي. هاي وليت في دار جدي. من هنا بدات الدنيا تاكل بعضها. كيفاش؟ دار جدي ظروفهم عادية. عندي خالي مريض بالأعصاب. مريض؟ مريض بالأعصاب، ديجا رقد في منوبة. شكرا عليه. نسكنوا فرد بيت مع بعضنا أنا وياه وخالتي. يخرج لي عريان مد عليا سكينة ما يخلينيش ندخل. خالك؟ خالي يعني. مريض؟ مي مريض، باهي مريض كي يقتلني يعني ما يتحاسبش، كي تصير لي يعني أي حاجة. لا ما يتحاسبش. ما يتحاسبش. إيه. عدي على مريض. يمشي في الليل يجيب لي الزبلة للدار، زبلة من الشارع، يجيبها يحطها لي في البيت. اللي كيكة تخطر له مريض. فركس الزبلة يجيب، اللي تعجبه يجيب. والليلي لو صخ في الدار. هاي شكيت شي حكيت شي؟ عملت عريضة لوكي الجمهورية وصبيتها في المركز. على صغر سنك قديش عمر؟ قلت لي 19 سنة. عريضة وكي الجمهورية وخالها يصب لها في الزبلة وجبت عليها سكينة وما مسكينة أبوها وأمها متوفين وفي في موتة موتة معناتها فجئية. هاي بعد العريضة كهو صبيتها في المركز وخرجت من الدار. به وين مشيت؟ قل كان مش صاحبة أمي من بيت في الشارع. معناتها مشيت سكنت مع صاحبة أمك؟ آه. الله يرحمها. وقامت معك نفس الحومة. قامت معك بالواجب؟ من غادي من الواجب. هذولي تستحق تحية على الأقل من راهي. هي واختها، اختها تعيش لبرا وهي بينها وبين اختها. باش تلقاها ان شاء الله. ويرحم والديه. حسوني وحده من العائله من نهار الاول. اللي اني ما لقيتش حتى باش نمشي نهز دبشي، لقيت الباب مخلوع ودبشي ما فماش، ما خلاوليش حتى شنو باش نلبس. الملبوس اليومي نتاع اي طفله ما فماش. السراق شكون اللي هزك؟ الله اعلم دار جدي شكون شو يدخل. ما لقيتش دبش. ابسط حاجه هما تكفلوا وشراوا لي دبش. معناها انسان كان في حياه انه كونه كان هو يعطي العبيد ويعاون العبيد ولا هو يطلب في الاعانه ما عند العبيد. واني مانيش كونتر هذا قضاء وقدر صحيح. إما توجعك لكونك أنت كنت عايش في مستوى معيشي خاص بيك تلقى روحك مع في مستوى آخر. الدنيا دوارة أعزائي المشاهدين ما تمنهاش. أنا ديما نقول كي تضحك ما تضحكش ياسر، فكر اللي ثم شكون حزين بعدك. وكي تحزن ما تحزنش ياسر، خاطر لازم إن بعد العسر يسر.
لازم ربي يفرجها. به باش نختصروا، انت توا عايشه عند صاحبة امك؟ عند صاحبة امي. شكون مستدعي الليله؟ خويا. مستدعي اخوك، ايش باش تقول له؟ شو نقول له؟ مالي لا اختكم، ما فيها باس كي تعرفوني وين نسكن، كان ما جاتش درجة وين نعيش في الشارع. خوك اللي هو من بوك؟ اللي من البو. اللي من البو، معناتها باش تقول له ماني الا اختكم، انظروا لي، اقفوا لي. مانيش طالبه اني باش ندخل في حياه حتى واحد، ولا ندخل له في داره، ولا عايشه مع الفاميليا ويعزوني ويحبوني كعباره واحده من بنتهم. باهي، جيت قبل ما توفى امك وبوك، العلاقه كانت طيبه؟ عاديه. مع اخواتك؟ عاديه. 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 مثال خويا ذايا كان يمشي ويجي علينا وينطلو ونحكي ونقعدو. خويا الاخر بحكم اللي خدمته في الامن معناه ما ينجمش يجي ديما هاكا بالتليفون. عندي اختي في صفاقس كلمتها قبل العيد الصغير الكبير هذا، قلت لها عايش اختي، راني عايشه ب100,000 ماندا تاع باب. انسان عايش ب100,000 ماكله ولبسه كل شيء، معناه 100,000 مصروف طفله زاد 100,000. تعمل لي يسمعني جاي عيد واني باش نذبح خوتك شذبحوا، ما نجموش نعاونوك، حاجتك بماكله نبعث لك. قلت لها ماكله؟ معناه اني طلبتك على الماكله. شو باش نمشي معك الابعد راوسا، هي لا حكايه فلوس لا حكايه ماكله، حكايه حسسني لاني اختك. كهو حسسني بوجودي. كهو كلامك معقول، حسسني لي انا اختك. لا ولا فسروا لي، قولوا لي اختكم ولا مش اختكم انا. صحيح. وقفه. اختك تعرفش عليها وين تبيت، تعرفش عليها اش تعمل، صغيره في العمر، ما تعرفش عليها شنو وين عايشه، كيفاش تعيش مع شكون خلطتها، شكون اصحابها. اختك ماناش من نفس الام، اوكي عندنا نفس اللقب ونفس الدم، نفس البو. اختك. خوات، اني ديما نقول خواتي. باهي. ما دخلش شكون في حياتك هكا و دخل. ها؟ دخل. كنت باش نعمل كيما نقولوا غلطة تاع حياتي. علاش؟ قدم لي واحد 60 سنة عمري 18 سنة وقت. 60 مازال شباب. 60 سنة. تحكي بالمجد؟ 60 سنة. بيناتكم حكاية فارغة، قرن. تعرف شنو قرن؟ تعرف شنو قرن؟ تعرف قداش بيناتكم؟ بيناتكم مثلا من عام 1900 ما ثماش حرب وقتها. بيناتكم زوز حروبات عالمية. الحرب العالمية الأولى وماتت ناس وحياة ناس، وبعد جا هتلر فتقهم بعضها. بيناتكم مش فاصل قداش شنو بيناتكم؟ ومن بعد استقلت الشعوب الكل. نقول لك حاجه لويش بيناتكم، انا بيناتكم، انا 44، انت قديش عمرك؟ 19 وقتها 18. انا اقسم بالله بيناتكم، انا اغزر الضرب في راسي، اغزر طاح شعري طاح، فهمتني؟ كرشي دزت، كنت سبورتيف خوك انا. ايه 60 سنه. 60 سنه وقتاني حبك؟ ما نعرفش علي، ما اني ما حبيتوش. وين عرفته؟ كنت نخدم في روضة. ها؟ ولدو نقري فيهن. ولدو عمره 60 سنة، مش حفيده؟ ولدو يجيب ولدو للروضة؟ لا، ولدو في الجاردوري. جاردوري وروضة هي. جاردري معناتها كبير شويه، كيما يكون عمره 12 تروازيام اني يقرا. 9 سنين 10 سنين يحط له ليله الجاردري يحط ولده في الجاردري جوه ربي. وكيفاش نوعيه مثلا هو متزوج ولا مطلق ولا مطلق. مطلق. ايه. كنتش نخدم. كيفاش الدخل كيفاش عملها؟ عن طريق شكون يخدم غادي معايا. دخل من البيبان برك الله، معناتها مشى يكلم شكون غادي قلم. ايه. اني وقتها عطيني دار
وين نحط راسي وين نقعد مريقلة عطيني نحط راسي سي بون عندي دار نعرف روحي مرتاحة شنو الاخر قاعدة في دار مرتاحة بلي مرتاح ما لقيت حد خاطر يقف معايا تخمام متاع متاع انسان فكرت في وجهه اي معناتها متاع انسان يحب يهرب راهو هو نوع من انواع الهروب للشخص الغلط صحيت ايه خرجتوا وحكيتوا لا خرجنا مرة وين مشيتوا دحدح وين مشيتوا وين مشيتوا خرجتوا مرة في قهوة في قهوة تحكي لي باش ندوخن باش ندوخن قعدتوا في قهوة تحكيوا تتجاذباني أطراف الحديث ويتجاذب هو أطراف الحديث شنو اقتراحات شنو شنو كان يعني شيء يعرف الوضعية الكل ديجا اه يا اخواتي وما نحكيوش و... قالك نتزوجوا اه هو اللي طلب مليني من بعد كي اني صمام معناها سي بون كونفيرميت على الماخذة سمعوا خالتي ها سمعوا خالتي سمعوا خالتي تفضلي جاتني خالتي بالذمه ما تاخوش واني نقف معاك قلت لها اللي هو إني يعطيني نحس اللي إني في وسط فاميليا اللي فما شكون يخاف عليا فهموا زوز خالتي وكا 50,000 كل شهر مع المية وهاني في دار جدي باه قلت لهم اوكي بطلت بطلت بمية ألف بطلت انت لا مش كيستيون حجم الحب اللي كانت تحب فيه للسيد 50,000 تفضلت المسألة الكل مش كيستيون 50,000 مش كيستيون 50,000 والله نعطي ليه مش عليك انت يا هذه المضحكات المبكيات معناتها انت تحب نقول لك شنو مشكلتك انت مازلت صغير على راجل انت مشكلتك سقف دار بحكم انهيار البيت وغياب الام والاب توفاو انت تلوجي على بناء اسره تحبي تلقي سند حاجه تتلم في وسطها ما غير الخوف نتاع الشارع ما تنساش عايشين في مجتمع زاد ما يرحمش في تو كلام بيان سور يراوك طفلة وحدك هيا غادي بير اي وليش طفلة حتى ما عرسة موجود غادي بير تخرج بيكو عليك مالا تتكلم درشني حكايتها اي او ثم ناس عايشين معانا يا خوياني محلاها معسل اي اي كلامك صحيح صحيح على الاخ خاطر عايشته بطلت من دار جدي وبعد صارت الحكايه ذي نتاع دار جدي من بعد تخطبت لشكون اخر ومكتوب ما تفهمنيش ما تفهمتوش عمره قديش 33 هي خيتي هي 33 هادي زويت كذا هي هي والحال مدام زيد قالت لك حتى 33 كبير عليه يجي في بلاستي وريقشي هاي طنجي النقر غادي يجي انت لهنا ما مكتوب ما تفهمنيش واضربيني يجي اضربيني استغفر الله العظيم تبارك عليك هاي باش تفهم من التوانسه هي حست كيما بنتها لا 33 ليه ما عطوهاش بنتها بيان سور بنت بيه دونك مشي على روحها هذه مشي على روحها اسمي موشي مخي تو راجل صحيح قرايتي تحب ترجع تقرا بالطبيعه ديجا قدمتني مطلب المندوبيه نتاع سوسه ووقفت معايا صاحب امي اللي اني معاها وراجلها وقدمنا المطلب ونستناو منا بعد العطله ناخذ القرار ونرجع نقرا صحه زيدوا عاودوا صفقوا لي عليها اجرم عند ربي كبير فهمتني ولا هي تتسمى كفاله اليتيم عائلتي الثانيه بعد امي وبابا اولادها اخواتي وبنتها اختي اللي لاهم لام البو لاهم لام الام ولادها خواتك وبنتها اختي وكي نقول اختي اختي بالفم والملاي انا اقسم بالله مصدقك خاطر راهو احنا ما اخترناش خواتنا صحيح ما اخترناهمش احنا بطنا في الدنيا نلقاو خواتنا احنا ما اخترناش والدينا طبيعي ما رضاء الله الا برضاء الوالدين ما اخترناش والدينا هبطنا للدنيا لقينا والدينا احنا ما اخترناش اوطاننا
هبطنا للدنيا نلقاو أوطاننا، ومن بعد نتعاملوا. الدنيا تعلمك، الدنيا تفهمك اش معناتها وطن، اش معناتها أم، اش معناتها أبو، اش معناتها أخوات. الفعل صحيح بالمواقف، المواقف هي اللي تعلمك. دونك أنت تويكا اليوم تستدعيت خوك، استدعيت خويا باش تقول له وينكم؟ وينكم؟ أختكم؟ هيك هيك جم، وينكم؟ أختكم راني نستنى فيكم. زيدة راني نستنى فيكم باش تمدوا يديكم ليا، لأني أختكم مانيش برانية. ودي كلام موزون. صفي كيف فما نقطة، صفيوا قلوبكم معايا. كيف فما أي حاجة؟ شنو هي قلوب اللي صفيوها؟ أنت شنو هي عمرك؟ أنا في بالك الرافعه عمر 6 سنين الطفلة هذه. أنت فتاة بريئة. شنو؟ كانوا عندهم مشاكل مع أمك مثلاً، ما مش قابلينها، ينجم يكون راهو. لا لا لا، خاطر معاملتهم عادية، وأمي حسبتهم عبارة أخواتها. معاملة عادية جداً، نفرحوا بهم، مرحبا، دارهم مش دارنا، دارهم قبل ما تكون دارنا. باش ما نطولوش طويكا، الوضعية فهمناها، وباش نستقبلوا أخوك. والليلة خويا لازم نخرج بقرار، خاطر ما تستاهل كان الخير، لأنه زاد الطفلة هذه مناضلة. حسب رأيي الشخصي أعتقد أنه عبير بنية عاشت مأساة على صغر سنها، 17 عام، طنبك المراهقة، طنبك الاستحقاق للوالدين، للأم، للبو. ربي قدر أنه توفيه، وإن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويرحم جميع الوالدين اللي توفيه. ولكن زاد اليوم تقول لأخواتها، وأنا عجبني أنه كي حكيت حكيت بكل لطف من غير تجني، رغم حجم الوجيعة اللي عندها، قالت نحب نستدعى أخوي باش نحكي معاه، فهمني ولا باش نسألوا وينكم وأقفوا لي. الطفلة مستحقة مساعدة. نستقبلوا أخوها سي منتصر. أترون يا ويل بلس عليك. الحمد لله. تفضل. صباح. مرحبا بك. صحة صح. زهرتنا برك، يعطيك الصحة صح. لبس عليك. الحمد لله. السيد منتصر. أي نعم. أمورك مريقلة. الحمد لله رب العالمين. مرحبا بك وزهرتنا البرك. السلام عليكم. تحية منتصر. وجهك مش غريب علي منتصر. 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 قابلنا قبل. قابلنا قبل. ذول اللي ضربتك وأنت صغير. ها؟ كان ثم تاريخ أظلم بيناتنا، الظولية منتصر. مريقل. مريقل منتصر. واضح. قابلنا وإن شاء الله ربي يفضلك البنوتة، محلاها. وجلين. صحيت صاحبي، مريقلين. مجلين سامحني. مجلين. مجلين ولا وجلين؟ حقا، والله هذا هو السؤال اللي نسأل فيه ديما. شفت كيفاش؟ وجلين. خرجتني من الموضوع المرة اللي فاتت. قعدت نلوج على وجلين ولا مجلين. طبع فينا منتصر. بيان سور. صحيح منتصر. سيد منتصر، العائلة لاباس، الجو لاباس، الحمد لله رب العالمين. شوف خل معاك ديريكت في الموضوع. انت حسب رايك الليله ماك جيت عليا انا صاحبك ولا حسب رايك ورج جواب هذايا شكون؟ اختي. اوبا بالضبط اختك، غير ما نطولوا. شوف شكون. عبور لاباس؟ الحمد لله. شنو احوالك؟ الحمد لله. شنو احوالك انت؟ الحمد لله. شنو احوالك انت؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. باش باش نحكي لك عبير شنو حكيت بالضبط. تفضل. مش نزيد حتى كلمه. عبوره هي وحيده امها وبها، والكارثه اللي صارت عظيمه ياسر. هو منتصر وخي على انسان بعقله كبير، ما صوابهاش صعيب باش يقبلها. انسان باش يفقد بوه، بيعه بوه وحده في لحظه ما، يتعب ياسر، سيرتو هي في فتره مراهقه. اما يقبل والديه الزوز فرد لحظه وبطريقه معناتها فجئيه ومروعه وكبيره، خذيت شوك كبيره برشا، تتسمى مصيبه، تتصنف مصيبه. بيعه الطفله رغم هذا معناتها حتى كي قالت في دفينتهم وكذا قالت مصدومه وما بكيتش. صحيح.
قالت لاموني الناس حتى كيفاش ما بكيتش وهي مصدومه الطفله. لازمنا نقراو المشهد. قالت انا من وقتها كنت مستحق اخواتي. طفله صغيره الدنيا صعيبه فهمني ولا؟ قالت مشيت لدار عزيزها عندها خالها مريض بالاعصاب فهمني ولا؟ عذبها قالت لك يطيش عليها في البوبيل فهمني ولا؟ هاو جابت سكينه وهو بين ظفرين قالت راهو مريض لا لوم عليه ما يتلامش. حكيت عليك انت بالباهي برشا. قالت معناتها الوحيد خويا منتصر وقف معايا وكذا. قلت لها انت علاش عيطت له منتصر الليله خوك؟ قالت لي انا عيطت له باش نقول له معناتها هاي خليها هي مثلا تقول لك. ما يسالش. قول عادي. وينك؟ الحمد لله. باش نسالك سؤال، تعرفني وين نسكن انا تو؟ مع خالتك مونيا. لا. خرجت انت وخالتك؟ برحت ولا برق قالوا لي. خرجت؟ انت وخالتك؟ لا. شبيه جعفر؟ مانيش ماهوش جعفر. جبد عليها سكينه في الدار. سمعت البارحة لولا برك. خرج عريان. اها. يجيب الزبله من الشارع ويحطها لي. مونيا وين العبير؟ مونيا. مونيا في تونس. ماكش معاها؟ لا. مالا كيفاش مشيت انت وياها؟ وين مشيت انا وياها؟ البارحة لولا ما خرجتوا من غاديك من الدار. لا. اها ما يسالش احكي لي ماما. مانيش مع مونيا. بيه. عندي تو عام مانيش مع مونيا. توا بحظة صاحبت أمي. شكوني صاحبت أمك الله يرحمها؟ في بوحسينة جيران دار. إيه شكونهم؟ نعرفهم أنا، نعرفهم صحاب أمك. يمكن كي تراها تعرفهم. باهي ما علينا. خرجت من دار جدي على خاطر هاو تورنوفيس مددلي ما يخلينيش ندخل الدار. وليت صاحبت أمي تعمل لي جقد بحذايا كيفك عندي أربع صغار أنت الخامسة نتاعهم. أي باهي. قداش عنا احنا ما تلاقيناش؟ تلاقينا اخر مره ببي سيرفيس. عنا شهرين. اها. كلمت. شبيك كنت بلوكي خلي روحك اليز. لا اليز صحيح. اليز بيه. اليز بيه. اليز على الاخر. صحيت. اها. حكي القضيه نتاع دارنا وين وصلت؟ علاه تلوج على القضيه؟ انا كنا ما تستناهاش وما تحطهاش في مخك عبير. كان تحطها في مخك تتعب عند القضاء. اكوتي. اه؟ قداش عنا ما قعدناش وحكينا مع بعض؟ برشا. وعلاش؟ علاش؟ انت تعرفش الوضعية نتاعي بالضبط من اللي انت بحذايا من قبل ما باه هذيك. وضعيتك انت ومرتك وضعية الفاميليال نتاعك انت الخاصة بيك. مي كخو واخته قداش عنا ما قعدناش؟ عام هكايا؟ قداش؟ عام؟ عام يعني قابلنا فيه شهرين اللي فات. زعما عادي عام خو واخته ما يتلاقاوش. منتصر هي مستحقتك. طفله عمرها قداش عمرك بنتها؟ 19 سنه. مستحقتك معناتها عام وحدها الطفله تشابط في البلاي. حكيت لي وضعيات. وضعيات معناتها انت توها مش في بالك اللي هي بعدها خالتها؟ مش بعدها خالتها هي. هي بعدها جارت امها. الطفلة مستحقتك، الطفلة ما عندها حتى عائل تو بوها وامها توفاو، قالت لك أنا دار عزيزي ما نسكنش فيها جبد عليها السكينة ها ودرا شنو فهمني ولا؟ وقالت أنا نحب منتصر معناتها يقف لي. هي قالت أنا خويا منتصر، عيطت لك أنت بالذات. علاش أنا بالذات عبير؟ خاطر تحبك خاطر نعرف خاطر نحبها. معليش أنا نحب نسمعها من عندها. خاطر ديجا ما يحكيش جمله معايا جبد روحه. اختك كلمتها قبل العيد. اختنا زوز. اختنا. اللي هي اختك اللي احنا نفس اللقب. كلمتها قبل العيد قلت لها راني حاجتي بشويه فلوس عندي شكون يسالني وانت تعرف اني عايشه ب 100,000 ماندم تاع بابا. ماندم تاع بابا 100,000. باه كلمتها قلت لها باش تعطيني شويه فلوس. فاهم كلم اخواتي وكل واحد شويه نخلص شويه ديون. ديون شنو عبير؟ ديون اللي 100,000 ما تنجمش تلبسني، 100,000 ما تنجمش تعايشني، 100,000 ما تنجمش توكلني وتشربني. منتصر ماهيش حكيت ديون. عندك الحق نعم. هذه
انا يظهر لي تعرف هذا النقاش يتفض في دقيقتين تو صحيح. هي عيطت لك ايه قف لي معناتها عباره واحد غارق وجا لخوه خوه من لحم ودمه قال له اقف لي انا يظهر لي تنجم تتفض تو تو تتفض معناتها ما نمشيوش في حيثيات وكذا هي حكيت على وجعتها وخاصة المصيبة اللي صارت لها الطفلة اليوم ضايعة ما لقاتش ريبير ما عندها حد في الحياة ترى فيكم انتم ريحة الوالدين ترى فيك انت بالذات تتفرج كما قلت لك مش حكيت انت بالذات قلت لك اخي هذاك هو باش نعيط له قدام الناس نقول له راني ما احتاجتك راني ما استحقتك نحب خاطر راه الدنيا صعيبة برشا عام خطبوها وهاو فهمتني وتبارك الله عليها هي الله وحد كيف باش تاخذ راجل عمره 60 سنه؟ اي ما وقفنا لها وباش ما وقفك به قالت له قالت وقفوا لي تو اخويا ما استحقتك الطفله تعبه مريضه وخيتك راهي تعبه مريضه مستحقه خو سند لا فلوس لا حتى شيء نعرف اللي انت ما تقصرش اما اقربوا لها علاش البعد هذا الكل؟ كهو علاش احنا بعد على بعضنا؟ اخر مره انت من ناحيه نمر التليفون من اللي خرجت من بعد يا عبير وانت خرجت كي تلاقينا به اوكي اسمعني عش اسمع اختي انت ما تعرفش كي خرجت من بعد وانت قاعد في الدار شنو الشونتاج اللي صار؟ ماك تعرف يا مرتي يا اختي انا اش قلت؟ قلت شقال. قلت اختي لحظة عاد لحظة نعم يا سلام مش هذا المشكل شو المشكل؟ وانت تعرفني طبيعتي اني انا ما حبيتش اني ما حبيتش اني نزلها نحسيت روحي لاني سبب مشكلة غادي لا خيرت بيني وبين مرتك هذيك ام صغارك زادة لا 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 ماشي دي انت قبلها مشكل كوني اني حسيت روحي اني عندي يد في المشاكل كونك انت خلطت بيني وما بين ام صغارك لا لا عبير وكيفاش حسبت هكا وحدك صحيح نعرف عندكم مشاكل من قبل ملي اي وانت كيفاش تحسب هكا وحدك كيفاش تزيد تخير بين مرتك ام ولادك وبين اختك حسيت روحي اني كنت زاد عندي يد في الحكايه هذه وعلاش بدلت نمر تليفون بدلت نمره تليفوني كيكه والله ما عندي حتى شفت صدق. كيفاش البعد وكيفاش نعلم انا شكون جاك ولا شكون مشى ولا شكون دخل الدار ما عندها نمره خالتي منيا تطلب جودة تطلب فيك برشا مرات وقالت لي بدلت النمر وتسال في عليك اي سامحني لا نجم دخل انا اسمعني انت ماتة وخيتي عاد الصغيره واحدة بالطبيعه طب انت ليش تبدلي في به كي باش رد عليك ربي باش تبدل نمره تليفون تعطي نمروك لخوك ما تدريش على الدنيا صحيح ولا غلط تعطي نمروك لخوك اسمعي باش نحكي لك اسمعي ماني خو انا زاد نخلي اماره لخواتي هو وين تنجموا تلقاوني هاو النمرو ونفتح قوس هنا برشا بنات وبرشا اولاد يسكر تليفونه ويقول هاني باش نهج ونسكر تليفوني ويغيب نهار ونهارين والعائله تبدا ترعش ورغم اللي ساعات تلقاه عاملوا فيلم راهو ولا عملته فيلم راهو حرام وما يجيش تو مش عليك انت الكلام تو نرجع لك انت نمرو تليفونك ديما لخوك بدل قد ما تحب نوامر اما خوك لازم يكون في باله نغض النظر على الحكايه نتاع النمرو هذاك كي تلاقينا قبل العيد نمرو يا عنده ويعرف اخته وحدها باهي باش نزيد نمشي معك شويه برجوليه تو اللي سمعته انا ثم جملة قالها تلخص كل شيء. إيش قال؟ أختي قبل مرتي. ورد بالك أختي والكلام هذا اللي قالوا صادق فيه ولا مش صادق فيه؟ صحيح. هاي سايبيني توا خليني. أستاذ أنت لوك سبور وجوا؟ هزوني كيك مطبق. ديريكت. مثل الخدمة جاو هزوني. شنو الخدمة؟ أنتر مدرب كرة يد درجة ثانية مدرب كرة يد؟ درجة ثانية درجة ثانية، وين شنو الجمعية؟ الإتوال الإتوال لا تحية تحية النجم الرياضي الساحلي أنا يظهر لي توا المسألة محسومة
هي مستحقه مجروحه تعبه من داخل نفسانيين. وانت تعرف ايش قاعد نحكي، انت تربي في اجيال تفهم مش معناتها واحد فتره مراهقه وكذا فهمني ولا ينجم الله ما عارفين يدخل يخرج في الحله. انت السند نتاعها فهمتني، اعتقد اليوم هنيني عليها وكهو باذن الله حتى بر قدر المستطاع صحيت لا عاد تمشي لحتى بر. اقف 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 بابا اقف. هاي هاو قدامك هاو السند اللي عيط له هاو قل له تفضل خويا وعراس والعين والعين عمرها ما طالع الحاجب. اي ونحبك تقف معايا واني ديجا قدمت مطلب باش نرجع نقرا. ونحبك تقف معايا في كل شيء. قول لي كيفاش تحب نقف معاك؟ في كل شيء، مثل ابسط حاجه حتى كي في الليسي. ابسط حاجه روتار اي حكايه يكلموا خويا، ما عنديش بابا، انت في مقام بابا. الله اسمع عبير. عبير انت بديت تكبر راك في بالك؟ معناها بديت تنضج في مخك. هكا ولا؟ مسألة مش مسألة بي برك، أنت تعرف نسيب الخدمة ساعات في الانترنمو نوقف الحصة يقولوا لي عبير دخت نجي نجري للليسي، صحيح ولا؟ صحيح. مرة واثنين وثلاثة، صحيح ولا في الأورجنس؟ صحيح. ومرة حضرنا على الفيلم اللي عملوه لك. إيه. ولاد الباك باسمك أنت عبير، وأنا مع الأساتذة قاعد ونتفرج وشيخين، صحيح ولا؟ صحيح. صحابي شنو عملوه؟ الجوارات نعم فيلم شنو عملوه؟ عملوا فيلم لها هي على الكا اللي صارت الحادثه اللي صارت وكذا وفيه عبر معناها حاجه باهية ومشينا وحضرنا صحيح ولا عبير؟ صحيح. وفي بالك وقت حليت الدار وجبت برسك فرقه كامله 10 اولاد و15 بنايه في داري وعملت لك بوم في عيد ميلادك. صحيح. عيد ميلادك اللي هو عيد ميلادي 27 جانفي فرد النهار. اوه على المعلم معلم ضرب الشيخ خالي يا شيخ. معناها وقت اللي تكلمني راني موجود. عبور وقت اللي كل ما تكلمني راني موجود. على حتى في كل في كل دقيقه يوجعني راسي نكلم خويا مش تو مومو نفكرك بحاجه كي نصر انا وياك وحدنا ترقد صبري نال ويرقد ريان ونصر انا وياك وحدنا قداش تقعد تخزر لي؟ برشا ساعة ونص برشا. وعلاش تقعد تخزر لي برشا؟ انا نفد كان يقعد جعفر يخزر لي هكا ساعتين ومكتف يدي نكتف يدي معاه تشبه الباب. انا اخوك وبوك مادام ولدي قريب لك في العمر 18 سنة كيف كيف شنو المشكل؟ نعديها حتى خبز وزيت المنتصر بالطبيعة برشا ناس غالطة خاطر ترى الاسم واو يحب يعمل خير عاوننا ترى الاسم تقول لك السيد هذا لاباس عليه كذا كذا لا الحمد لله واحد وكي الدار كي طاحت ما لقيناش دار الكريم وين خرج منها بابا الله يرحمه ومال الله يرحمها بالطبيعه وانا نحبها مال وانا ما نحبهاش تحبها نحبها برشا مرت بابا نحبها برشا وانت تعرف هكا اي خلينا نحلوا الجواب هذا ايه دزو دزو اي دز 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 الجواب خويا دز الجواب انا قرر خويا حل علينا خويا الجواب هذا شوف عبير منتصر صادق منتصر صادق صادقة انا نفهم راني في البشر معناتها الديتاي اللي حكاه الكل نتاع انسان معناتها يحبك كيما بنته معناتها مش حتى اخته قال لك في فرد عمر يا ولدك ندش بها عمر عامين هذيك عام ونص فهمت؟ هاي اخويا اللقاء لقاء هاي اللقاء اجري اخوك اجري 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 شم في الريحة شم يوز
اقعد 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 منت اقعد 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 عبير. يا ربي يا دلولة هذه يا خويا. دلولة جاي تدلل راه ما ثم شيء. هذه الدلولة. احنا في من الدين نقولوا دروشة تدرس. انت بوها وانت خوها وان شاء الله ربي يحفظكم لبعضكم. عايش فهمتني؟ وان شاء الله باش نتبعوا خاطر احنا ان شاء الله اهم قرار خذيته في حياتك انك ترجع تقرا. وش هذا فيه صحيح؟ وترجع تقرا والمونتا معاك. ان شاء الله. المونتا هذاك يا ريت المونتا معاك. هكا مونتا مريقلين. مريقل جعفر. هنيني خويا على البنوته وان شاء الله نهار من النهارات تخرج تتخرج وكذا ونهار من النهارات تتعرس فهمني ولا بعد تكملي تقري اسلي على الدنيا خاطر الا واحد عليه. خويا انترونور راك خويا وتفهم في فهمني الدفاع وكذا. شوف منتصر البنيه هذه انا متاكد اللي مستقبلها كبير لانه الماساه اللي تجاوزتها صعيبه فهمني ولا بكل صراحه لولا وقفتك معاها انت وحست خاطر البنيه هذه ما تكذبش كانت تنجم تكون في حاله غير اخرى غير الحاله اللي فيها. لو كان ما حستش علاش طلبتك انت بالذات؟ هاي قول له علاش تلا. خاطر اقرب واحد قبل اللي جينا للدار واقرب واحد لينا. عايش معاه. ايه وقبل ما تصير الحادثه بنتي موجوده غادي في الدار. شنو؟ بنتي اللي جات معايا. ديما بحدي انا. لحظه وقوع الحادث؟ لا قبل بنهارين. قبل بنهارين. ايه وكانت باش تقعد غاديك. يفرز الحي من الميت. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهي زاد كيف حكيت لنا كيفاش بدلت البيت الصاله سبحان الله. ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله المستقبل قدامك. صديقي نحبك برشا منتصر. عايش على الاخر فهمني باش نرجع خويا نترينا هون خاطر انا كنت بيفو قبل. بيفو اي شو اي هو كرشك نتاع بيفو ستيلك عصامتيش شوش عصامتيش عصامتيش مش معناها باش ندوخك بيفو تفضل. هاي الزون هذي ها كيفاه عاد هكا الزون مش هكا مش لازمني اربع اولاد باش نوريك فاز. وريني باش نوريك فاز اربع اولاد يجي اربع اولاد باش نوريك فاز بيفو. وريني هاي يجي اخو بجنبي لهنا انتم على في الزون يجي منا في الزون يجي من زوز من هاي هذوم في الزون هزوا ديكم انتم واحصروني لهنا هك احصروني انا صاحب متل بيفو هك ولا ها؟ يا تبي قد زين لحظه مش هضربوني احصروني قلت انا هنا بيفو باش ناخذ كوره ما ولا احسب الورقه كوره اي مش هضرب زوز يدين فهمتني؟ هاي ناخذ كوره وعندي كيف الفاز اللي نعملها اللي هكا وهذيك معلميه يعملوها ما يعملوهاش اقسم بالله قلت لك هاي وتدخل تحصروني ديفونسور شبيك انت وانا تقول مطلعيني في باقة اخويا عصام تيج هذاك المعلم انا علمته اسال عصام تيج يعيطوا لي الكومبا عندي فاز ندور بسيك هيك الكومبا نعمل هيك ونعمل هيك وجلين انا قديش في عينيك حاسك ماكش مصدقني على الاخر على خاطر باينه مش في عيني انا باينه على الكل للناس الكل فاهمين منتصر ان شاء الله ربي يبارك لك يعيشك يا جابر يعيشك خويا يعيشك خويا يعيشك يعيشك ربي بالتوفيق ان شاء الله يعيشك ربي يعاونك يا جابر يعيشك ميرسي بوكو ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى يعيشك يعيشك ميرسي بوكو بون مانيش باش نرجع على الموضوع نتاع عبير كما قلت ولكن باش نرجع على موضوع كرة اليد. ما نعرفش علاش كل ما نحكي ما نتصدقش علاش. لحظة لحظة توا الراجل روح اوكي ارجو ليه ارجو ارجو باش نوريكم فازة ما نجمش نبات هكاك انا انت ليه انت انت طب به هاي به هاي الفاز شني انا بيفو يا ودي الزون هاي الزون هاي هاي الزون هاي
هذه الزون به شدك انتوما ديفونسيريت به كونترو ولا كونتري انا لا يسر الراجل ديفونسيريت كونتري تسع مدافع كونتري معايا به انتوما مسكرين الزون تي ما نطولوش ناس بشرب دور هذه ناس بشرب دور به هزين يديكم انتوما به انا هزين يديكم انا تو جتني الكره باش ندخل المركب ما تخليش المركب باهي باهي وتخرجوني من الزون تاك تاك خديت انا الكره باش نطلع تو دخل والله من وريك هاي الناس رقدت هاي الناس رقدت والله من وريك خلي الساعة اسمي خلي يعدوا الرديف بتاع البرنامج داخل ما يعدوا الرديف تو والله من الرديف والله من وريك ما مش عديوا تو الرديف هاو تو طلع الجينيريك ما نش نعمل شيء والله يوفى الجينيريك لمن وريك سهرة ممتعة للجميع